نحو 60 طلعة جوية لطائرات سي 130 وآلاف الشاحنات تواصل نقل المساعدات للشعبين السوري والتركي. استمرار الزلازل أدى إلى ارتفاع أعداد المتضررين، ما يزيد من حاجتهم إلى المواد الطبية ومستلزمات الإيواء والإغاثة من خيم وأغطية ومواد غذائية إلى جانب الوقود. الطلعات الجوية لحد الآن هي 58 طلعة جوية إلى تركيا وإلى سوريا، إضافة إلى مرافقة هذه الطلعات كانت مرافقة وفود رسمية. اليوم قافلة خرجت مساعدات من الحشد إلى سوريا، قافلة واحدة 132 شاحن. العتبات ما تتوقف، الدعم الحكومي مستمرين في إرسال مساعدات إلى الشقيقة سوريا. لجنة الإغاثة العراقية تواصل تنسيق الجهود لتسهيل حركة قوافل المساعدات وتأمين الطرق التي تسلكها وصولا إلى المدن المتضررة. العتبات المقدسة والدعم اللوجستي للحشد الشعبي بالتنسيق مع السلطات المحلية في سوريا يواصلون تقديم الخدمات عبر عيادات طبية متنقلة وتوفير مواد غذائية وتوزيع آلاف وجبات الطعام والأغطية والأفرشة. زيارة المناطق المنكوبة من أثر الزلزال والمعاول التي توجد بها هؤلاء الذين نكبوا، الوصول إلى أبعد نقطة وملتزمة بتوفير مستلزمات الضرورية من المواد الغذائية، تخزين المواد التي تصل من المواكب من العتبات من الحكومة في هذا المكان في اللاذقية في المرفأ، وتم تعيين 6 مخازن لغرض خزن المواد الغذائية، الألبسة، البطانيات. وإلى جانب إرسال المواد الإغاثية إلى سوريا وتركيا، فإن المؤسسات المحلية المتخصصة تبذل جهوداً استثنائية لمساعدة العراقيين الموجودين في المناطق التي ضربتها الزلازل وإعادة من يرغب منهم إلى البلاد. ميثم الجناحي، العراقية الإخبارية، بغداد.